هل بتعتبر انه البطرك سفير كان بطرك لكل اللبنانيين؟ اكيد، هذا اكبر دليل اليوم وجود كل اللبنانيين هون، لكل بكل طوائفهم بكل مذاهبهم بكل مكوناتهم موجودين تيشهدوا انه هذا الرجل نختلفت معه ونلتقيت معه، هو رجل وطني ورجل مبدئي، هو رجل منزه، ما عنده حسابات دنيويه، حساباته فوق، وبالتالي هذا اليوم يوم الوفاء له، اللي بتمنى انه هالشمعه تضل مضوية ضوي طريقنا نحن وغيرنا من الاحزاب حتى ناخذ لبنان لمطرح ما كان بده البطرك.